وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار السيد عبد الكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والسياحة. بداية نرحب بك سيد عبد الكريم معنا هنا في استوديو مركز الأخبار. بداية هل لك أن توضح لنا من أين جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى وما هي أهميته لرواد الأعمال؟ فكرة سلمك المنتدى بلورت في عام 2004 ابتدى كمنتدى صغير بعدين مع مر السنين كبر وبعد توسع وبعد من ثم سوينا معه معرض يعني منتدى متزامن معه معرض وطبعا دي المعرض يطرح التسهيلات اللي تقدمها مملكة البحرين وللمستثمرين طبعا المحليين أو الأجانب وبالإضافة تقدم كل الإجراءات اللي تقدمها البحرين في جميع الجهات الحكومية. أما الفكرة رواد الأعمال هالسنة احنا ركزنا على رواد الأعمال وطلعنا بفكرة ان نسوي معرض متزامن مع منتدى استثمر في البحرين لرواد الأعمال. طيب الآن المنتدى في نسخته 12. نعم. استمراركم ل يعني 12 عام بلا شك هو دليل على نجاح وربما الدعم الحكومي من أسباب نجاح المنتدى الذي تقومون عليه في وزارة الصناعة والتجارة. طبعا الدعم الأكبر صاحب السمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمين خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر دعم كبير إلى هذا المنتدى بشكل سنوي ودعم على الجهات الأخرى من بنك التنمية وغرفة التجارة والجهات الرسمية الأخرى والقطاع الخاص في البحرين وهذا الدعم يعني هو اللي خلانا نستمر ونتطور في هذا المنتدى. بالحديث عن التشريعات التي يعني تنتهجها مملكة البحرين في هذا الجانب بلا شك هذه التشريعات ربما تستقطب العديد من المشاريع ومسمى المنتدى لديكم استثمر في البحرين وهو يعني جاء على شكل دعوة أساسا. نعم طبعا احنا دائما يعني التشريعات ندرسها بين فترة وفترة نراجعها فتم مراجعة نظام الشركات التجارية وتم تغييره تم العمل على تطوير قانون المناطق الصناعية ما اختصرنا بس على تغيير الأنظمة القوانين حتى الإجراءات الإجراءات لازم تواكب التطورات التطورات لأن احنا سوينا عملنا يعني عمل كبير اللي هو نظام السجلات اللي تشارك فيه جميع الجهات فتطبيق هذا النظام يحتاج إلى تغيير أنظمة وقوانين وإجراءات بما يسهل على المستثمرين الاستثمار والحمد لله سهل على المستثمرين بشكل سلس يقدر يدخل يسجل شركته يطلع ترخيص صناعي أو ترخيص تجاري أو بجميع الإجراءات الإلكترونية. نعم. إذن السيد عبد الكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والسياحة شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا هنا في مركز الأخبار. احنا نشكركم.